عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا الوقت ديال رمضان، ديال تحضيرات رمضان، ديال تحضيرات رمضان، كنوجدوا الشباكيه وداك الشيء. واللي ما جيت نشارك معكم شباكيه تاع واحده اخرى، واحد الكوموند اخر. مهم، هنا عندي 2 كيلو ديال الفرينه، 2 كيلو ديال الفرينه من نوع المزيان، ودرت فيها كما المقاد الاخرى الفيديو السابق، فيها القرفه معلقه، وفيها شويه حبه الحلاوه، شويه الزنجلان مطحون، كلشي مطحون، والنافع وسميتو صافي. هذا الشيء والملحه. دابا نخلط هاد النواشف كامله، 2 كيلو ديال الفرينه قلت لكم، الملحه راني درتها واحد قبيطه ديال الملحه، وعندنا شويه الحليب والماء عادي والزبده مذوبه النوع المزيان، وعندنا كاس ديال الزيت وشويه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، والقرفه. القرفه عاوتاني انا راني درت معلقه ديجا، ما بغيتش نطول عليك في الفيديو. المهم راه كمل المقادير ديال الفيديو السابق، درت معلقه ما عامراش غير هكذا، درت عليه 2 كيلو ديال الفرينه ومعلقه خل، ونا جوج خميرات حقا 2 كيلو، 2 خميرات الحلوه، وخميره معجونه مطلوقه شويه الحليب دافي، وجوج صفار بيضه، جوج صفار بيضه ها هما، ونص كاس ديال زيت العود صافي، هذا زيت زيتون. المهم هو هذاك، على بركه الله نخلط هنا الاول، وغادي نبقى ندير النواشف الاولى. ها هي 2 ديال الخميرات، 2 كيلو، تخلطوا مزيان. الملح راني درتها، وغادي نديرو صفار جوج بيضات، انا كنخدم بيديا، هنا زيت العود نص كاس، اللي بغى يديرها اختياريه، اللي ما بغاش يدير غير زيت العاديه مائده. ها هي زيت معمر كاس، غير رانا درناها، والحوايج اللي غنحيد عليه الحوايج اللي هي معلقه كبيره ديال الخل ولا زوج، كيهشش الشباكيه، 2 كيلو، الخميره اللي مذوبه مع شويه الحليب دافي. غادي نحاول نختصر لكم المقادير، ومن بعد نديرو مرحله لمرحله. غادي نحاول نخلط هذا الشيء، الملح رانا درناها صافي، الزيت درناه، نجمع بعد الاول هذه مسس في الكوزينه، نحيدوا علينا هذا الاخر، نمسوا مزيان المقادير. المهم دابا غير الشباكيه، الشباكيه جيت لكم بجوج ديال الانواع ديال الشباك، الشباك اللي درناه في الفيديو السابق، وعندنا واحد الشباكه اخرى بغيت نشاركها معكم ديال الكاس. المهم حتى نجمع العجينه البنات، ونبسبسها مزيان بداك الشيء كاع العناصر كتجمع جالس مع بعض. فرينة باش ما نطولش عليكم، غادي نخلط هاد مزيان ونرجع لكم ان شاء الله. ومال الجاريه راه عندي هنا 2 كيلو، نشوف شحال غادي تجي ليا الماء وغنعبر لكم. جبتي لي هذاك صافي غير خليها. المهم انا غادي نحاول نشوف شحال دات ليا الماء، درت هنايا تقريبا كاس ديال الحليب، والباقي غادي نكملو بالماء، نجمعوها بالماء. راه هنا دابا 2 كيلو، خصني واحد القصريه اخرى باش نقسم فيها العجينه ومن بعد. المهم دابا راه درت غير بوحده، غادي من بعد نقسموها على زوج. هاد هكا البنات، تجي قاصحه ما تجيش جاريه باش ما تعذبكمش ملي تكونوا تشبكوا فيها.
دابا غير بشويه بشويه عينكم هي ميزاكم حتى تشوفوها بدات تجمع عليكم. نعجنوهاش غير نخلطوها، عاطيه الريحه ديال الجنجلان والنافع وسميتو وحبه الحلاوه وشويه اللوز شويه شي من حاجه تعطي الريحه زوينه. انا ما كنديش مزهر، كاين اللي كيدير مزهر، انا مزهر ما كنديرهاش في الشباكيه، كاين ما يبغيهاش ومولاتها قالت ما ديريش مزهر، ودابا راني بلا مزهر. ما كنديش كاع الشباكيه اللي درت ليهم البارح والاخر ما صورتوش، نسيت البنات ما صورتش، ولكن دابا بحال بحال غادي ندير لكم اللي درت البارح. راني ندير دابا 2 كيلو هنا، البارح درت غير كيلو، معطاتنا قريب كيلو ونص. دابا ها درتها 2 كيسان ديال الماء وكاس الحليب الاول باش تعرفوا السوائل شحال جات فيها. ها هي بدات تجمع ليا دابا، غادي نشوف واش يزيد ولا لا ونقول لكم شحال درت الماء بالمقدار. كتجي قاصحه مزيانه لحقاش غادي ترتاح، عاد ترتاح وغادي تساعدكم في التشباك. الا درتوها جاريه من الاول راه تعذب لكم، غتلصخ ليكم وتبقى ما تجمعش. دابا خصني غير واحد شويه، درنا 2 كيسان الماء، ديري لي واحد شويه هنا غير واحد شويه، غادي نزيد غير شويه ماشي بزاف، غير باش نجمعها هكذا، غير تبدا تجمع صافي نحبس ما نزيدش الماء. دابا نورمالمون 2 ونص، سمحوا لي البنات الا طولت عليكم. دابا غير صبروا معايا، ها هي بدات تجمع البنات، نزيد لها غير واحد شويه، راهي باقي قاصحه شويه، المهم حنا بغينا تكون قاصحه. صافي دابا درت 2 كيسان ونص ديال الماء وكاس الحليب، يعني سوائل كلشي 3 كيسان ونص، 2 كيلو. دابا نحاول نجمعها وغادي نرجع لكم باش نقسموها وترتاح ان شاء الله. غادي نحاول نجمعها ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. هما البنات دابا ما جمعت، مادام جمعت العجينه صافي درتها ترتاح في البلاستيكه كما كتشوفوها هي. الا كتبان لكم درتها هنا في البلاستيكه، قسمتها على كويرات صغار بحال هكذا. دابا غادي نشد كل كويره الاولى كاع، غادي نطلقها على نمره 2 ومن بعد 7 على الماكينه هذه اللي عندي. ها هي الماكينه درت على 2 الا تبان لكم. دابا نرشو شويه، كل مره تنرشو شويه الطحين باش ما تلصق لكمش بحال هكذا. غادي نحاول نسرحها نوري لكم وحده ولا 2 غير الطريقه الاولى كيفاش. كل مره نديرو الطحين، بحال هكذا تورقوها مزيان بحال هكذا، وكل ما ديروا شي مربع ديروا له بحال هكذا، خلوها ترتاح، خلوها ترتاح واحد البلاصه. ندير لكم وحده اخرى غير نوريكم واحد الزوج كيفاش، ابخي نخليكم حتى التالي حتى من بعد حتى المرحله الثانيه. شويه ديال الطحين، كل مره كندوزو عليها شويه الطحين باش ما تلصق ليكمش. اش غادي عاد نديروها في الماكينه ديال رقم 2 رقم 2 ومن بعد رقم 7 تما يبان لكم. فيها الخدمه البنات، فيها خص غير معاونه بحال هكذا. المهم انا غادي نوريكم الطريقه الاولى رقم 2 ومن بعد رقم 7 نرجع لكم بلاتي. دابا ندير لكم رقم 2 نوريكم رقم 2 كيفاش غادي ندير ليها، تكون بعد ما طلقتوها ولا ترتاح شويه بحال هكذا. درت لها رقم 2، انا غادي نحاول باش نطلقها شويه. ها هي على رقم 2، نتمنى تكون تبان لكم الصوره. واش كتبان؟ ما تهزيها، ما تهزيها غير شوفي كتبان لكم ان شاء الله، تكون تبان لكم بحال هكذا رقم 2. ديروا لها بحال هاك وخلوها ترتاح. ديروا عاوتاني وحده اخرى حتى نسى لي كاع العجينه كاع اللي عندي ونرجع لكم في رقم 7. البنات
هكذا ونخليها حتى نسالي معايا كاع هذه العجينه كامله البنات كما كتشوفوا كاع حني ديرها على رقم زوج ونساليها نرجعها بحال هكا كامله على رقم زوج يديرها بطريقه بحال هاك. هذه سال بانت لكم الصوره يبان لكم الا يبان لكم نعاود لكم وحده اخرى البنات ومن بعد نرجع لكم الطريقه الاولى اللي كنا درناها في الفيديو السابق. البنات طلبوها مني بزاف عجبتهم درت جوج كوموند البارح درنا واحد الكوموند البارح. هذه غير طريقه جديده بغيت نوريها لكم ديال الكاس انا ما درتهاش في القناه ديال اول مره غادي نديرها لكم دابا غير البنات اللي ما يعرفوش يشبكوا. المهم هذه تجي ساهله راه غادي تنشف لكم عاد العجينه وغادي تساعدكم كثر دابا راهي عاد مطلوقه عاد. المهم تحاولوا هاد الجناب ديروا عليهم مزيان وتحاولوا تهبطوا باش تحيدوا الكاس غير بشويه هكذا باش تبقى لكم الزواقه ما تضيعش. ها هي بحال هكذا ها هو الجناب نقولوا حنايا هكذا بحال هاك ودابا تحاولوا تحلوا هاد الجويح هكذا وتلقوا هذيك اللي في الوسط تلقوها غير هكا بحال 8 ها هي وهادو تحلوهم الا شفتوا هاد الزوائد بزاف كبار حاولوا تقطعوهم بهذه القطاعه هكذا باش ما تبان لكمش مزيان تقلي من تقليو ها هي ها هي شفتوا كي جات ها هي بغات تنشفها تبان لكم عاد الصوره مزيان مي تنشفها هي. المهم دابا غادي نرجع لكم طريقه اخرى ديال الفيديو السابق ها هي اللي بغى هذيك التشباك راه طلبوها مني البنات اخرين قالوا لي ديري لنا هذيك التشباك الاول نحاول ان شاء الله يبان لكم. ها هو نهود شوفوا مزيان تلقوا الجنب على الجنب وديروا على الصبيعان ها بحال هكذا هكذا وهكذا ها هي ها هي كي جات بحال هكذا غادي تجي لكم. انا نعاود لكم وحده اخرى ونخليكم حتى تتمه الفيديو. ها هي البنات بحال هكذا تلقوا الجنب على الجنب وضغطوا عليه مزيان باش ما تحلكوش المقله وتلو على الصبيعان ديالكم ها ها بحال هكا صافي. دابا غادي نحبس معكم الفيديو دابا حتى نسالي العجينه كامله ما نبغيوش نطيبو غادي نرجع لكم ان شاء الله باذن الله.